علاش راه الاستاذ الناس راه الناس ديال الممثلين دخلوا تفضلوا تفضلوا الاخوان باش تقولوا الميكرو ولا الميكرو ولا الوطني غادي نديروا مظاهرات في الشوارع باش تكون الامور واضحه. هذا هذا ديال محمد حتى واحد ما عنده الحق يدير شي وثيقه. انا ما نخرجش بغاو بغاو يعطيوني انا عندي واحد 50 هنا صحفي واذا بغاو نستلف الصحفيه اسمعوا واذا بغاو انني نخرج بالقوه من دابا 3 ايام نجمع حوايجي باش نخرج بالقوه ماشي عن طيب خاطر لان غادي ندعي القاضي ديالي قامت بالتزوير القاضي ديالي قامت بالتزوير. علاش قامت بالتزوير؟ لان بنت باكي والداكي هو رئيس النيابه العامه استعمل بنته باش يزوروا حق وهذا حق مزور في تواطن مع المسؤولين. ايوا صافي الدراري حيد الميكرو حيد الميكرو حيد ذاك الميكرو من تما وش ساعه صاحبي اللي من سوفيا نرجع ما كانش سوفيان 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 لا شويه سوفيان شويه صاحبي شويه شويه انا مباشر مع الاستاذ لانني انا مظلوم وغادي ندير دعاوي امام المحكمه. انا عارف بان الوكيل العام الذكي غادي يحمي بنته وغادي يقوم وغادي يقوم بحب الشكايات ولكن انا غنبقى مستمر لان الشكايات تسجلت التقدميه 20 سنه وما تبقاش 20 سنه ديك السيد رئيس النيابه العامه. وانا غادي ندير الواجب ديالي ما تردش في المحايد في فراغ الشكايات ضد القضاء بدون مشاكل بدون واي واحد اي قاضي استفاد باش تعجب غادي غادي يرفع في الدعوة. النقابه ديال محمد سيزيان واش كان عندها شي موقف من هذه القضيه؟ تفاجأ النقابه هي كذلك مفاجاه تفاجأت كنا تفاجأنا بالتعبئه ديال القوه كلها باش يفرغوا النقيب زيان وما كاينش شي واحد اللي كيتحرك باش يجبد لنا 17 مليار للمجلس ديال المنافسه طالبه السيد اللي غادي يرجع رئيس حكومه اليوم. مزيان واش هادشي عنده اسباب سياسيه ولا اسباب مهنيه؟ لا عارف انا بالاحباب المهنيه ما كاين حتى شي حاجه. انا ما سرقت انا ما انا في افراغ مع البوليس 50 بوليس جابوا لي الصباح حتى باش تكون كنا باش يحلوا المشكل ديال المحامين ديال المحامين. قال له انا دابا مع الصحفيين شكرا اخوان. انا ما صرفت فلوس لا ما درت خلوي
ما مزور وثائقي باش ما كاين حتى شي سبب لا التصرف ولا الظلم ديال 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 الاجهزه فيما يخصني. وكنعتبر بان في القضيه ديالي القضاء تواطأ مع جهه ما وانبطح امام مصالح ديال الاجهزه ومواقف ديال الاجهزه. شنو الموضوع ديال هادشي؟ تبلغتي؟ كاين الفراغ هذا. تبلغتي؟ لا ابدا انا الحكم لا يعنيني، ما فيهش سميتي الحكم، ما فيهش سميتي. يعني السبب وراء احنا بقى كل شيء كيتساءل السبب كاتب بانه واحد السيد. انا ما كنعرفش شنو السبب، انا كنعرف بانني انا موضوع مطارده من طرف اجهزه معينه تستعمل القضاء. ما اسمع الناس قضاء شجاع ومستقيم في البلاد وكفء وقاد زوير الاخوان في الملف هذا باش يمكن لهم يفرغوا واحد السيد سميتو دافيد عمار. زادوا في الحكم اللي صدر هذه 10 سنين عليه هو ومن يقوم مقامه. وديك يا مقوم مقامه ما كايناش في الدعوه، ما كايناش في المقال الافتتاحي ديال الدعوه. جات قضيه كتقول لك بانه وقع خطا مادي في الحكم ديال هذه 10 سنين. انتم كمحاميه كيفاش استاذ ممكن الاجراءات اللي ممكن تقدروا؟ انا انتظر موقف رسمي ديال اداره النقابه ديال النقابه ديال المحامين، واللي قررت النقابه المحامين غادي نديرو. بدا حداو شي ملف ديال شي زبون ومشات منه شي وثيقه ولا مشات منه شي شيك ولا مشات منه شي حجه القضاء اللي غادي تكون مسؤوليته. كما كنعرفوا بلا الاستاذ زياد الافراغ كيكون باشعار، كيكون باشعار وبانذار، يعني انذار واشعار وخاص. انا كنقول لهم الحكم لا يهمني، الحكم ما فيهش سميتي. دابا هاد السيد كيقول اعطيني غير الملف نقرا، ما بغاش. والنقيب مشى عند الرئيس ديال المحكمه قال له انا ما عنديش الملف، الملف عند المنفذ. يعني شنو الاجراءات اللي يمكن لكم تاخذوها؟ لا غادي ندير، انا ندير الشكايه بالظرف الرسمي، لان هذا الزور وقع في حكم، الحكم تزور، هذا حكم تزور. عندك اثبات تزوير ضد واحد الشيس؟ انا ما عنديش الحكم، ولكن كنطلبوا من النقيب، راه طلبوا باش حتى النقيب ما خبروش، عباد الله ما خبر حتى واحد. شكون اللي نورمالمون خاصو يحضر اثناء الافراج؟ كخصو يكون النقيب حضر ولا شي واحد اللي كيمثلو باش يحمي المصالح ديال عباد الله. ها المصالح ديال عباد الله وما هادو، ما الملفات؟ هاد الملفات خصهم يتحماو لان فيهم وثائق. يعني انتوما شنو، واش غتخرجوا من المحل ولا غتبقاو هنا في المكتب ديالك؟ انا ولا خرجوني في القوه، غادي نخرج في القوه. ودا ما خرجونيش بالقوه، غادي نبقى هنايا. ديالهم واخا ديالهم، ماشي ديالنا، واخا ديالهم كاين اسم ديالهم باش تكون الامور واضحه. انا ودا خرج، غادي نخرج بالقوه، ملزم، ما عندي ما ندير. هذه القوه العموميه، انا ما نضرب حد، ما نسب حد، ما عندي مشكل حتى مع حتى شي واحد. ودا خرجوني خصهم يخرجوني بالقوه، اما ما نساعدش شي واحد في الافراغ. لا عدم تحضر النقيب. صافي الشباب عافاك، خلوني. ما تلقيتوش اتصال مع النقيب ديال المحامين. اتصل بيا مرارا وتكرارا. مشى شاف رئيس المحكمة اللي قال له هو ما عولش يوقف التنفيذ. معناها راه كاين تعليمات وضغط على حتى هو كذلك. وكنشكركم على التضامن ديالكم الاخوان وعلى المجيء ديالكم هذا النهار هذا. الاخوان قول الدراري يدخلوا، قول الدراري يدخلوا. اخوان الصحفيين، تفضلوا. إخوان
الصحفيين بغيت اولا نشكركم لان فعلا انتم كتشكلوا القوه الرابعه السلطه الرابعه هي السلطه ديال الصحافه. نشكركم على الموقف ديالكم على المجيء ديالكم على التعبئه ديالكم لان في اخر المطاف عندنا في المغرب ما بقاو لا احزاب لا منظمات بقيتوا غير نتوما الصحفيين اللي كيمكن لكم تنشروا الحق وتضغطوا على المراكز القرار. انا كنشكركم على التضامن ديالكم ومجيئكم عندي انا النهارده. كنعتبر بان هذا انا اصبحت مدين لجميع المواقع الالكترونيه وجميع الصحافه الوطنيه. انا اصبحت مدين لها بهذا الموقف ديالكم اللي كيشجعني باش نبقى مستقيم في الخطه ديالي وفي المبادئ ديالي. كنشكركم. خرج عندكم دير واحد الدوره في المكتب وصافي. انا ندير الدوره في المكتب. كيف ما كتشوفوا يتم لحظة إخراج كل ما بداخلي إحدى المكاتب ديال المكتب محمد زيان. شوف المفاجأة بعد جابوا 50 بوليسي وجات وزارة الأحباس كلها تجي وفاجأتنا وفاجأت النقابة وفاجأت الجميع. المفاجأة الجميع باش تحرك وتتصل والوكيل وكيل الملك ما كيجاوبش والرئيس المحكمة كيقول لك أنا ما عندي ما ندير لكم والوكيل العام ما كيجاوبش تحل ما كيجاوبش عمدا لانه ما جاو ما بالصبور يا سي فور حنا صحاح حنا كنديروا اللي بغينا في البلاد حنايا ما بالكم انتم الشعب تحت الصبار كنتكرفش عليكم ما بغينا هذا هي الرساله اللي كنقول لكم من رائد عن الوطن. انا هادشي كلشي ما كيبلعنيش نعاود نقول لكم بان اللي زوار شي حق ضدي غادي يقوم بالمتابعه ديالو مهما كان الامر ما كنعرف لا با ولا امي. هادو الملفات شوفهم كيسيبوهم شوفوا كيسيبوا الملفات ديال عباد الله شوفوا كيسيبوا الملفات ديال عباد الله شوفوهم وصورهم كيسيبوا الملفات ديال عباد الله بدون وجود النقيب ولا شي عود ديال النقابه. هادو جاو محميين بالبوليس جاو بفرغونات الطوموبيله ديال البوليس وقالوا لهم ديروا اللي بغيتوا وفرعوا الباب ودخلوا دابا كيسيبوا ليا في الملفات هانتوما هما كيسيبوا الملفات في الكولوار كيعتبروا بان هذا هذه دوله الحق والقانون. عرس لي هادشي يلاه سبحان الله عرس. واخا استاذ اللي قلتي هو هذا. وباش شنو اللي كدير ما تسيش فيهم شي. اللي قلتي هو هذاك استاذ الله يجازيك بخير. استاذ صافي مرحبا. ما كاين مشكل. ما كاين مشكل اللي قلتي هو استاذ صافي غير هادشي. ها؟ اجي بارك. شي واحد مرش هنا شي واحد مرش
تفاجأت بحالكم. كنتي حنا تفاجأنا